لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الغسل للجمعة، هل هو يعني واجب أم لا؟ عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب بينه يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا، أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ هذا الرجل هو عثمان رضي الله عنه، وكأن أبا هريرة رضي الله عنه يعني أبهمه عمدا. في رواية مسلم: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان. يبقى إذا ده مش من أبو هريرة، يبقى ده مين؟ ده واحد دون أبي هريرة، لأنه خشي أن ينتقص من شأن عثمان. قال: فعرض به عمر وقال: إذا دخل رجل، وقوله إذ دخل رجل جواب بين يخطب إذ دخل. فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ أي في أول وقتها. فإنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه لأجل احتباسه عن التبكير. فقال الرجل أي عثمان: ما هو إلا أن سمعت النداء، ما هو الاحتباس؟ يعني لم يقع مني إلا أن سمعت النداء أي الأذان فتوضأت. هذا إنكار آخر على ترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي الغسل. وطبعا ده ظاهره الوجوب، لأنه لا إنكار فيه في ترك السنة ولو كانت مؤكدة، إلا من يجعل السنة المؤكدة يعاقب على تركها. والصحيح أصلا أن هذا التقسيم من السنة المؤكدة يعاقب على تركها لا يصح، بل إذا ثبت أنها ليست واجبة، ليست فريضة، ليس عليه غير ذلك. وقول الوضوء أيضا في رواية البخاري: والوضوء أيضا، والوضوء أيضا، وهنا الرواية بتاعتنا احنا والوضوء أيضا، وفي ضبط والوضوء أيضا. قال الحافظ: والوضوء في رواياتنا بالنصب، والمعنى أي تتوضأ الوضوء مقتصرا عليه، يعني تكتفي بالوضوء فقط، أي كفايتك الوضوء أيضا. أيضا يعني كأنك أفدت بذكرهم الجمع بين الأمرين، يعني تأخرت عن الصلاة حتى دخلت متأخرا، ثم لم تركت الغسل. الوضوء من الضوء، يعني من الإضاءة، إن الشمس اسودت حتى آضت، هي صارت ورجعت. المعنى: ألم يكفيك أنك فاتك فضل المبادرة إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل واقتصرت على الوضوء أيضا؟ لا، هي أيضا دي بمعنى أيضا بالإضافة إلى تركك التبكير. وقال الحافظ: قال ألم تسمعوا قول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ ظاهره أن الغسل يعقب المجيء، وليس ذلك المراد قطعا، إنما التقدير إذا أراد أحدكم. وعند مسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل.
ونظيره قول الله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إذا أردتم المناجاة بلا خلاف. قال الخطابي: في المعالم فيه دليل دلالة على أن غسل الجمعة غير واجب، ولو كان واجبا لأشبه أن يأمر عثمان أن يأمر عمر عثمان أن ينصرف فيغتسل. إذا هذا يصلح استدلالا إذا قال القائل أن غسل الجمعة شرط في صحة الصلاة، ولم يقله من قال بوجوب الغسل. يقول: فدل سكوت عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به على سبيل الاستحباب دون الوجوب، ليس استدلالا صحيحا. يقول: وليس يجوز على عمر وعثمان ومن يحضرون بحضرتهما من المهاجرين الأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب. لا، هو قد حضر واجب، لا لو ذهب فاغتسل مع قصر الخطبة لضاع صلاة الجمعة. قال الحافظ: وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبراني والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرا، وزاد بعضهم أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة، وهو استدلال قوي على الجزء بتاع ليس إيه شرطا، وهذا لا ينفي أنه إيه ولا يجب. أمر كان على الواجب كده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.